مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. السعاده شيء مهم في حياتنا، وكلنا دايما بنحاول اننا نسعى للفوز بلحظه سعاده. اكيد السعاده مش في الفلوس او المال بس، لكن حاجات تانية كتير بتشكل سعادتنا في الدنيا. ممكن تكون الاولاد، ممكن تكون في الزوجه الصالحه او الزوج الصالح. طب ازاي نوصل للسعاده؟ هو ده اللي كل انسان على وجه الارض تقريبا بيدور عنه. الدين والتعاليم الدينية وما وصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال السنة الشريفة مليء بالمواقف اللي بترشدنا إلى السعادة. ده حقيقي، ديننا الإسلامي وضح من خلال القرآن الكريم، وطبعا زي ما قال دياب سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي أعيش سعيد بتطبيق أوامر الله ونواهيه، ما تبقاش ضغط عليا أو أحس إن أنا عشان بطبق تعليم الدين إنك في الحالة دي شخص متزمت أو رجعي أو مكشر. لكن كتير من أمور ديننا وسطية وجميلة وحسينا عليها ديننا الحنيف. تعالوا بقى نتعرف أكتر على مفهوم السعادة في ديننا مع الدكتور السيد نجم أحد علماء الأزهر الشريف. منورنا ومباركنا. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير وصحة وسلامة. حضرتك بقى ألف خير دكتور. يعني يمكن احنا دلوقتي بقينا بنشهد تعريفات مختلفة جدا جدا عن السعادة. نعم. كل مجموعة من البشر يطلعوا يقولوا لنا او يملوا علينا ان السعادة هي كذا كذا كذا، ان يبقى معاك فلوس كتير، ان يبقى معاك زوجة ومعاك اولاد. فاحنا عايزين نعرف في الاسلام بقى ايه مفهوم السعادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. طبعا لا شك أن الجميع يبحث عن السعادة زي ما حضرتك قلت. لو حضرتك نازل من بيتك هتبص تلاقي الناس بتمشي يمين وتمشي شمال، اللي رايح شغله واللي رايح يقضي مصالح واللي رايح يعني يحصل لقمة عيشه. ولو سألت الجميع أنت بتبحث عن إيه، هيقول لك ببحث عن السعادة. سعادتي في أن أنا أدخل مال حلال إلى بيتي، سعادتي أن أنا أكفي بيتي وأولادي، سعادتي أن أنا يكون عندي زوجة صالحة، سعادتي أن أنا يكون عندي أولاد بارين بيا، سعادتي أن أنا أكسب لقمتي من الحلال. دي كلها الناس كلها بتدور على نقطة السعادة دي. والسعادة في ديننا وردت في القرآن الكريم في موضع واحد في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، رغم أن ده سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أفضل خلق الله على العالمين وأفضل من عاش السعادة مع ربه تبارك وتعالى، إلا أنه كان دائما وأبدا بيدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يرزقه السعادة. اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والرضا بالقضاء والنصر على الأعداء. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. ده كان من أدعية سيدنا النبي اللي احنا عايزين نتعلمها وندعي بها دايما، لاسيما في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. لكن تعريفات السعادة زي ما حضرتك قلت بتتعدد جدا تعريف السعادة، ومحدش قدر يوصل إلى تعريف محدد جدا للسعادة. فبعضهم يقولك إن السعادة هي إيه؟ هي إن أنا أوصل لأكبر قدر من اللذة وأقل قدر من الألم. وأفلاطون يعرفها يقولك هي الحياة الفاضلة، وأرسطو يعرفها يقولك هي الحياة الفاضلة مع حد أدنى من اللذة زي المأكولات المشروبات اللي انتك تلبس وهكذا. لكن احنا في ديننا بقى في الدين الإسلامي احنا عندنا يعني مصطلح هو قرين قوي للسعادة او قريب منه، هو اللي بنعبر بيه دايما عن السعادة، وهو حاجة اسمها السلام الداخلي. انك تكون راضي من جواك، انك يكون عندك رضا عن الحياة اللي انت عايشها. زي ما بيقولوا يا دكتور، السعادة هي شوية حاجات تكمل برضانا. بالضبط بالضبط. احنا عندنا ثلاث أضلاع للسعادة في الإسلام، الثلاثة دول لازم ان هم يتناغموا مع بعض، ولازم ان هو يكون ما بينهم ارتباط مع بعض. هي الجسد والعقل والروح. الجسد ان انا اوفي احتياجاتي من مأكل ومشرب وملبس، والعقل ان انا يكون عندي فكر ناضج يوصلني الى طريق صحيح، والروح ان هو يكون عندي سكينة ورضا زي ما حضرتك بتقولي، يكون عندي سكينة ورضا. رضا بالدخل اللي بيدخل لي طالما انه من حلال،
رضا باللي ربنا رزقه لي من مسكن ومأكل ومشرب وأولاد وزوجة وعيشة. أنا يكون عندي رضا، ومش معنى أن أنا يكون عندي رضا أن أنا ما يكونش عندي طموح. لا، أنا عندي طموح أن أنا أرتقي بنفسي وأن أنا أرقي نفسي لدرجة أعلى من كده، أن أنا بدل ما يكون عندي شقة صغيرة لا يكون عندي شقة أكبر، أن أنا بدل ما أعلم أولادي تعليم عادي لا ده أنا هعلمهم تعليم كويس جدا، أن أنا بدل ما يكون دخلي كذا يكون لا دخلي أكبر شوية، أطور من نفسي. ده طبعا لا ينافي أبدا فكرة الرضا. لكن عندنا حاجة بقى، هل أنت فعلا راضي عن كده ولا أنت ساخط على حياتك ولا أنت مش راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهولك؟ بعض الناس بيبحث عن السعادة في المال زي ما حضرتك بتقولت، وبعضهم بيبحث عن السعادة في الذرية، وبعضهم بيبحث عن السعادة في الشهرة. ولو احنا بصينا للحاجات دي منفردة كده هي لا تؤدي إلى سعادة، هي سعادة مؤقتة. يعني مثلا حضرتك اشتريت حاجة جديدة فأنت سعيد بيها، بعد شوية هتمل منها. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك المال، أي نعم هو المال فعلا زي ما ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والمال هو عصب الحياة لا نقلل منه أبدا، ولكن بدون أن أنت توجهه في الخير وفي مجالات كويسة ومجالات نافعة لنفسك، لبلدك، لأولادك، لزوجتك، فدون ان انت تسعد بيه الاخرين مش هتحس بيه بسعادة. ليه في ناس عندها الحاجات دي ومش سعداء؟ مش سعداء. واحد عنده مال كتير جدا بقول لك مش حاسس بالسعادة، مش سعيد. واحد عنده شهرة كتيرة جدا مش حاسس بالسعادة. لكن بقى تعالوا، وانا يمكن ليا كتاب اسمه الحياة بعيون النبي صلى الله عليه وسلم، ما تيجي ناخد الحاجات دي كلها كده ونخليها في بوتقة الاسلام. يعني مثلا ايه؟ عندي مال ربنا سبحانه وتعالى أعطاهولي، ما تيجي أخلي المال ده هو مصدر للسعادة عن طريق العطاء، ما تيجي أخلي شهرتي دي برضو مصدر للسعادة عن طريق أن أنا أستعملها في الخير. زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا حديث جميل جدا، بيقول لنا إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني أي حد فينا يندرج تحت الأربعة دول. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله في ماله، يعلم أن لله حقا في هذا المال فيخرج حق الله في هذا المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ فهذا بأفضل المنازل، فهو عند الله في أفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، لكن عنده النية الصالحة، عنده نية إن أنا لو ربنا اداني زي فلان ده أنا هعمل أعمال خير زيه، وأنا هنفع نفسي وبلدي زيه، وأنا هنفع نفسي وأولادي وعيلتي زيه، وهصل أرحامي بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ فهو ونيته فهما في الأجر سواء، ياخد نية اللي بينفق تماما. فشوف بقى، شوف هو خد المال بتاعه وخلاه مصدر للعطاء للآخرين. ولذلك احنا بنقول ايه؟ من اسباب السعادة انك تعيش في كنف الله تبارك وتعالى وكنف تعاليم ربنا وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ايه؟ طيبة. النية الحياة الطيبة، حياة السعادة. لسه في اثنين هم اربعة. الثاني رجل الثالث بقى، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله، يعصي الله بمال الله. فالنبي قال عنه فهذا بأخبث المنازل. والرابع رجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، ولكن عنده نية سيئة، بيقول لو أنا عندي مال زي اللي بيعصي الله بالمال ده أنا هعمل زيه، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. حتى لو ما كانش معاه طب يا دكتور انا عايز اعمل نفس الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها او نفس الاتجاه اللي احنا فيه، ودايما بنسمع ان الفكره او الغايه او السعاده تكمن مش في الهدف ولكن في الرحله. نعم. في الطريق للسعاده. فلو مش هنتكلم عن المفهوم وهنتكلم عن الطريق، ممكن نوصف الطريق للسعاده عامل ازاي، وايه الحاجات اللي ممكن في طريقنا تخلينا سعداء؟ عندنا بقى كذا حاجه كده. اول حاجه خالص انك تعيش مطمئن البال، خالي الذهن، قلبك مرتاح. ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول لك الا بذكر الله تطمئن القلوب. أول طريق ليك للسعادة هو إن قلبك يبقى مطمئن، النفس المطمئنة اللي ربنا قال عنها في القرآن الكريم. فأنت عيش بذكر الله، عيش في معية الله، عيش في معية الله زي ما حضرتك قلت. بالظبط.
انك لو انت في كنف الله تبارك وتعالى وفي كنف رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح. هتحس بسعادة ما بعدها سعادة. دي اللي بيختلط الامر على ناس كتير فيها اللي هي فكرة التسليم. انا اسلم كل حاجة لرب العالمين فيقول لك انا طب واقعد بقى يعني مش طموح بقى مش طموح وما اشتغلش لا لا لا. فلو نشرح للمشاهدين فكرة التسليم اللي هي بتهيألي هي الحاجة الوحيدة اللي تؤدي للسلام النفسي. لا لا الاستسلام مش الاستسلام. أنا الفرق بقى ما بينهم صح؟ انا عندي حاجة هي قصدها ان انا اسلم اموري كلها لله فبقى واقول ان ربنا كاتبه ليا هيحصل أيوة. خلاص هقعد حاطط رجل على رجل أيوة. ورزقي هيجي لي لغايه عندي بالزبط. وبالظبط كده لا لا نشرح لا الفرق لا بينهم لا لا. بقى احنا عندنا حاجه اسمها التسليم مع الاخذ بالاسباب أيوة. سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه وانا يعني صراحه دعوني كده ان انا يعني نوجه تحيه وشكر لسياده الرئيس على يعني انه ترميم مقبره الشيخ الشعراوي. ترميم مقبرته طبعا. فسيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه كان يقول لنا حاجه جميله جدا، يقول لك ايه؟ دع الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وازن ما بين الاثنين، اوعى تاخد بحاجه وتسيب الثانيه. دع الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، انت بتاخد بالاسباب، اسباب النجاح، اسباب العمل، اسباب التقدم، اسباب الفلاح. ومع ذلك قلبك متوكل على الله سبحانه وتعالى وراضي باللي ربنا قاسمه لك رغم ان انت بتاخد بالاسباب ومسيرك في يوم من الايام مع اخذك بالاسباب ربنا هيوفقك وينجحك ويخلي لك الفلاح في الدنيا والاخره. فدي اول حاجه. تاني حاجه عشان نوصل للسعاده في حاجه جميله جدا ان انا اعيش ان اعمالي انا لا ابتغي بها احدا سوى الله سبحانه وتعالى. انا عملت معروف في حد انا ما اخليش عندي سقف للتوقعات ان انا مستني منه ان هو يشكرني. انا بعمل ربنا اعمال انا بعملها لله. ولذلك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انت خلي اعمالك كلها لله ولا نريد جزاء ولا شكورا من احد. انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. انا خدت هديه ورحت لارحامي ووصلت ارحامي بهذه الهديه. طب بس يا عم الشيخ هم ما جابوليش هديه. فلا انا بعامل ربنا سبحانه وتعالى مش مستني بعمل حد حاجة من ومش حد. مستني جزاء من حد. دي تاني حاجه. تالت حاجه خليك طموح. اوعى تعيش من غير امل واوعى تعيش من غير تفاؤل واوعى تعيش من غير مشروع انت عايز تعمله واوعى تعيش من غير طموح انت عايز تحققه في حياتك. انت كده بتعمل نفسك ميت وانت على قيد الحياة لو انت ما عندكش طموح. لا وده مش منهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لا سيدنا النبي كان عنده طموح، كان عنده طموح ان الاسلام ينتشر. كان عنده طموح ان حتى وهم قريش كفار قريش كانوا بيحاربوه شوف الامل بتاع سيدنا النبي يقول لك يقين. ايه؟ عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وقد كان خرج من اصلابهم من عبد الله سبحانه وتعالى. فانت عيش لا ثالث حاجه في طريقك للسعاده خلي عندك طموح. رابع حاجه خليك انسان. انسان يعني ايه؟ احس بالناس. احس باوجاع الناس. احس بالام الناس. احس باحتياجات الناس. وانا هحكي قصه صغيره كده انا مش عارف الوقت معانا ايه. لا يعني يمكن ايه ممكن لو سريعا نلحقها في حاجه بس عايز اقولها في السعاده بعد كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيشوف صحابي دايما كده حزين ومهموم. انت حزين ومهموم ليه؟ يقول له انا عملت عمل في الجاهليه انا حاسس ان ربنا مش هيغفر لي ابدا. عملت ايه؟ قال له يعني تزوجت وانجبت بنت فطبعا كان خلفة البنات عندهم عار يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فبيقول إيه؟ فكبرت البنت بيقول أنا هممت إن أنا أقتلها فعلا. فكبرت البنت وجالها واحد يخطبها فبيقول فحميت الحمية فيا إزاي واحد يعني هيخطبها ويتجوزها؟ لأ ما يحصلش الكلام ده. فقلت لأمها هيئي لي البنت عشان هاخدها عند قابلة فلان اسلم عليهم وانا هاخدها يعني افتخر بيها يعني. فامها قالت له اتق الله لا تغدر اوعى تغدر ببنتي. فبيقول فهيأتها وبعدين خدها ومشي بيها لغايه ما راح عند بئر. فبيبص للبئر ويبص للبنت عايز يشيل البنت يلقيها في البئر. فيبص للبئر فتحمى فيه الحميه ويبص لبنته فتاخذه الرأفه والشفقه شويه كده. فالبنت قالت له ايه؟
اتق الله يا أبي ولا تنسى عهد أمي. فبيقول ظللت أنظر في البئر وأنظر إلى ابنتي إلى أن أخذتني الحمية فأخذتها فألقيتها في البئر وهي تصرخ يا أبتي قتلتني قتلتني يا أبي. فنظر الرجل للنبي فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبكي حرقة على هذه البنت ويقول والله لو كنت آمرا أن أعاقب أحدا على فعل في الجاهلية لعاقبتك. لسيدنا النبي اللي رفع شأن المرأة وحس بالمرأة وكرمها أما وبنتا وخالة وعمة. هذه حاجة يعني كل ولكن ظننا برب العالمين طول الوقت ان هو يغفر الذنوب جميعا. نعم. توب الى الله وربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. انت دكتور السيد نجم انت اسعدتنا وفي طريقنا وكلامنا عن السعاده اللي ما بيخلص والحلقات متواصله عشان طول الوقت نتكلم. يعني اعتقد ان السعاده شيء سهل زي ما احنا قلنا العيش في كنف السعاده بالاشياء الصغيره اللي حوالينا ان انت تعمل اي حاجه وانت تقول احنا نعدل بوصله نيتنا زي ما دكتور سيد قال. اي حاجة بتعملها لبيتك لشغلك لولادك لمراتك اعدل البوصلة انه انت تبتغي بيها بتعامل ربنا زي ما الدكتور قال انا بعامل ربنا مش مستني حاجة من حد فبعمل اللي يسعدني ويسعد اللي حواليا وبعامل ربنا بنعامل ربنا. خلينا بقى ايه نخرج فاصل نرجع نكمل بقى فقرة تانية.